لما كان الأوروبيون في العصور الوسطى مهووسين بالأحذية المدببة والطويلة؟ لعل تلك الأحذية هي أسخف وأغرب اتجاهات الموضة في العصور الوسطى، بل وإحدى الاتجاهات المثيرة للاهتمام أيضا لما تحمله من مضامين اجتماعية. في سنة 1463 حضرت لندن نوعا من الأحذية كان أغنى الرجال يرتدونه، ففي تلك الفترة أفرط هؤلاء السادة واللوردات المتأنقون في تأنقهم ولباقتهم، وكانوا يسيرون في الشوارع وهم مرتدين نوعا خاصا من الأحذية يمتاز بكونه طويلا وذا شكل أشبه بالجزرة، وله رأس مدبب مثل القرن، وقد يزيد طول هذا الرأس المدبب بعشر سنتيمترات تقريبا عن طول القدم. دعيت تلك الأحذية بكراكو أو بولان، والكلمة الأخيرة هي مصطلح استخدم للإشارة إلى الرأس المدبب فحسب، ووصل الأمر بالملك إدوارد الرابع وبلاطه الملكي إلى اعتبار تلك الأحذية مشينة، فقرروا إقرار قانون يمنع صنع تلك الأحذية التي يزيد طول رأسها عن 5 سنتيمترات. لعل تلك الأحذية إحدى أسخف وأغرب اتجاهات الموضة في العصور الوسطى، بل وإحدى الاتجاهات المثيرة للاهتمام أيضا لما تحمله من مضامين اجتماعية. برزت تلك الأحذية على الأغلب لأول مرة في المدينة البولندية كراكوف سنة 1340. بالمناسبة يشير الاسمان سابق الذكر إلى المدينة نفسها وفقا لما ذكرته ريبيكا شاوكروس، وهي مؤلفة كتاب الأحذية تاريخ مصور. تعمل شاوكروس أيضا مسؤولة موارد الأحذية في متحف ومعرض نورثامبتون الفني في إنجلترا، وهو المتحف الذي يزعم امتلاك أكبر مجموعة من الأحذية في العالم، 12,000 زوج من الأحذية، لكن للأسف لا يوجد سوى زوج واحد من أحذية بولاين كراكو السليمة. ظهرت فكرة الأحذية ذات الإصبع الطويل في أوروبا منذ القرن الـ13، لكن طولها لم يصل إلى هذا المدى على الإطلاق. ارتدى اللوردات وأحيانا السيدات في أوروبا خلال القرن الـ15 هذه الأحذية بشكل خاص وحصري لأكثر من قرن من الزمن، فكان كل شخص قادر على اقتناء الأحذية يشتري أحذية بولاين، لكن الأحذية ذات المقدمة الأطول خصصت لطبقة النبلاء، أولئك الأشخاص الذين تباهوا بأحذيتهم التي من الواضح أنها صممت لهذا الغرض بالذات. بنظر أغنياء أوروبا في العصور الوسطى كانت أحذية بولاين بدعة أكثر من كونها رمزا. تقول شاوكروس بخصوص هذا الموضوع: إذا كان الفرد من منزلة رفيعة ويملك مالا كافيا فسيرغب بالتباهي، ولفعل ذلك عليه اتخاذ إجراءات متطرفة، كذلك الحذاء الطويل جدا. وبالفعل كانت الأحذية ذات الرأس الطويل جدا باهظة الثمن، ومن الواضح أنها تعيق مرتديها عن أداء أي عمل جسدي، وهذا مؤشر واضح على أن تلك الأحذية صممت للمتعة والرفاهية وبعيدة كل البعد عن الأداء العملي. لم تكن تلك الأحذية قادرة على اتخاذ شكلها الطبيعي ذات الرأس المدبب أثناء الاستعمال، لذا للحفاظ على شكل رأس الحذاء منتصبا عمل صناع الأحذية في العصور الوسطى على حشوها بمواد عضوية طرية، وغالبا ما كانت تلك المواد شعر الحيوانات أو صوفها أو الطحالب. تقول شاوكروس: يصبح الحذاء طريا إذا لم يكن محشوما بشيء ما، لا يبدو أن هذا الحذاء خصص للطبقة الرفيعة من المجتمع على الإطلاق، مستغربة حقا الفائدة من ارتدائه. حافظت المواد العضوية أيضا على انتصاب الرأس ومنعه من الانكماش أثناء الظروف الجوية الرطبة، وفقا لجاكي كيلي المشرف الأكبر على متحف لندن الحاوي على أكثر مجموعات البولاين إثارة للإعجاب. وفي ذلك المتحف يوجد حذاء واحد بالتحديد استخرج أثناء الحفريات الأثرية على إحدى الضفاف، يحوي نقشا مزخرفا على شكل ورقة شجرة، وبالإمكان أيضا الملاحظة أن هذا الحذاء لا يملك رأسا طويلا للغاية. هناك مثال آخر يشهد على ما قالته شاوكروس بخصوص حشو تلك الأحذية، هو حذاء محشو بعظم فك الحوت. اهتم صانع البولاين بمظهر الحذاء من جانب جنسي، فكانت الأحذية الرجالية المصممة للوردات تقص من الأعلى لإظهار الجوارب الملونة في منطقة الكاحل، وتلك إحدى الأمور التي اعتبرت مثيرة جنسيا في تلك الفترة. يقول كيلي: في تلك الفترة أصبحت السترات أقصر، وكانت الفتيات الشباب يتباهون بإظهار سيقانهم، لذا كانت الأحذية القصيرة من الأعلى تبرز وتطيل الساق وصولا حتى ذلك الرأس المدبب، ما يعطي الساق مظهرا أنيقا.
صنعت معظم البولاين الموجودة حتى يومنا هذا من الجلود، لكن الأوروبيين في العصور الوسطى استخدموا أي نوع قماش متوفر في تلك الأوقات حسب ما قاله كيلي. فارتدت الطبقات الرفيعة من المجتمع على سبيل المثال أقمشة مطرزة ومزركشة وأقمشة مخملية وأخرى من الحرير. بالطبع تلك الأحذية الفاخرة تتطلب طريقة صنع خاصة، فكانت تطلى يدويا أو ينقش عليها أشكال ونقوش معقدة. وعلى الرغم من تلك الأحذية المترفة تظهر في الكثير من لوحات العصور الوسطى، لكن لا دليل حي على وجودها. بالطبع يحوي متحف لندن الكثير من أحذية البولاين الراقية ضمن مجموعاته، وجميعها حفظت على مر الزمن عبر الطين الموجود في نهر التمز في إنجلترا. حازت تلك الأحذية الغريبة على شهرتها لأنها غريبة فقط، فبالعودة إلى أزياء العصور الوسطى نلاحظ طغيان الأزياء ذات الخطوط الواضحة والأزياء العملية المبسطة. وفقا لشوكروس، كانت أحذية البولاين أيضا علامة فارقة في أزياء العصور الوسطى، لأن الرجال سبقوا النساء في ارتداء ملابس تعد اليوم نسائية مثل الثياب المزركشة والشفافة. يمكننا تفسير ذلك الاتجاه المتمثل بالأزياء البراقة عموما بالطاعون أو الموت الأسود. نعم، فهذا الوباء الذي اجتاح أوروبا أهلك نحو 30 حتى 60% من سكانها. ويلاحظ تاريخيا أن أحذية البولاين برزت بعد فترة قصيرة من الطاعون. يقول كيلي بخصوص هذا الموضوع: ربما جاءت أحذية البولاين لتمثل شكل من أشكال التقشف، فالطاعون أباد عائلات بأكملها في أوروبا، لذا انخفض عدد الأفراد الذين لم يتمكنوا سابقا من إنفاق المال على الملابس. وهكذا نجد أن البولاين كانت إلى حد ما علاجا عن طريق الشراء، أي مثل الشوبينج حاليا، للتعامل مع هذا الوباء الذي أهلك نحو 25 مليون أوروبي بشكل مفاجئ. يشير كيلي إلى اتجاهات أخرى في الموضة انتشرت بشكل كبير بعد انخفاض عدد البشر جراء كارثة ما، كالأزياء التي اعتبرت سافرة في 50ميات و60ميات القرن الماضي عقب الحرب العالمية الثانية. لكن وفقا لمعايير اليوم تعتبر البولاين بدعة استمرت فترة طويلة نسبيا، لكن شو كروس تقول أن البدع في العصور الوسطى لم تستمر لأكثر من قرن ونصف في أغلب الأحيان. والسبب هو الانتشار البطيء والمتأخر للثقافة بين البلدات والدول في العصور الوسطى، تزامنا مع غياب أي وسائل إعلام ذات انتشار عالمي. لذا كانت اتجاهات الموضة تبرز وتختفي لدى الطبقة الرفيعة من المجتمع فقط حتى القرن الثامن عشر، وهكذا كانت تنتقل من طبقة إلى أخرى بشكل بطيء جدا، وقد تستغرق أحيانا سنوات عديدة حتى تصل إلى المناطق الريفية. في نهاية المطاف شعر التاج الإنجليزي بالحاجة إلى التدخل في هذه البدعة، وأحد الأسباب هو المضامين الفاسقة التي حملها ذلك الرأس الطويل المدبب والذي تزايد طوله مع الزمن. فوفقا لشوكروس، بدأ الناس يعتبرون الرأس الطويل دلالة على رجولة مرتديه، وكلما كان طول الرأس أكبر زادت رجولة المرء بنظر الناس. لكن بعض الناس لم يحبذوا تلك الأفكار التي تربط بين الحذاء والرجولة، فاعتبر البرلمان الإنجليزي أن ارتداء تلك الأحذية مخل بالحشمة، وتدخل البرلمان ليضع قيودا على عدد من اتجاهات الموضة. فمثلا جاء في القانون 1463: لا يجوز لرجل يحمل رتبة لورد، ويشمل ذلك الفرسان والمحترمين والنبلاء، ارتداء جلباب أو معطف أو سترة لا تغطي أعضاءه الحساسة ومؤخرته، ولا يجوز له ارتداء أي حذاء ذي رأس مدبب يزيد طوله عن 5 سنتيمترات. يمنع الخياطون من صنع تلك الأثواب القصيرة، ويمنع الإسكافيون من صنع تلك الرؤوس المدببة. كانت باريس أيضا إحدى المدن التي اتخذت إجراءات صارمة بحق تلك الأحذية، فمنعت كليا سنة 1368. وبما أن الأحذية المدببة كانت مجرد موضة، فالموضة تظهر فجأة ثم تندثر. بحلول سنة 1475 اختفت أحذية البولاين كليا وفقا لشوكروس خلال عهد الملك هنري الثامن ملك إنجلترا. شهدت صناعة الأحذية في أوروبا تغيرا شديدا، فتحولت الأحذية الرائجة إلى أحذية عريضة ذات مقدمة أشبه بالصندوق. وكذلك ردت إنجلترا على تلك البدعة بإقرار قوانين للحد من النفقات تحد فيها من العرض المسموح لتلك الأحذية. قالت شوكروس بخصوص ذلك: كان رجال الملك يجوبون الأنحاء للإمساك بالناس الذين يرتدون مثل تلك الأحذية، وكانوا يقيسون عرض رأس الحذاء.
بالمناسبة، عادت تلك الأحذية المدببة إلى الرواج في خمسينيات القرن الماضي في إنجلترا، واكتسبت اسما خاصا هو وينكل بيكر. بالطبع لم تملك تلك الأحذية رؤوسا مدببة بشدة مثل البولاين، لكن مرتديها اضطروا أيضا إلى حشو أحذيتهم بالقطن للحفاظ على انتصاب الرأس المدبب، أي تماما مثل ما فعل الإنجليز في العصور الوسطى. بالطبع لم يحضر البرلمان في بريطانيا اليوم تلك الأحذية، ونتمنى أن تبقى كذلك. المصدر موقع أطلس أوبسكيرا.